الجمهور المغربي كامل والدراري ديالنا كاملين من اناحن ومرابط سقناوتي الدراري ديالنا كامله حاضره. هادوك اللي كانوا خالعين لنا كنقولوا لهم احنا يدينا ومسجد تحيه الراس لافوكا راه ماشي بوحدك. هاد ثانيه شوفي والله تشوف ها هو انا جزائري ونفرح بالمغرب. تحيه المغرب الكوبا ديالنا الكوبا ديالنا الدراري اجي نهزوها. احنا فرحانين بزاف هاد الغرد المنتخب الوطني 85 تاهلنا وبيبا المغرب. هادشي رجع كيجينا عاد هادشي كيرجع كيجينا عاد. لا يا مازال مازال مبروك علينا هادي البدايه مازال مازال. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذا كويس ديالنا يا ربي الحبيب. تحياتي المغرب حاكم زياش اجي تزوج بيا. كنبغيو المغرب بزاف كنحماقوا على المغرب نقصنا غير من الاسعار شي شويه والمغرب وديما المغرب وحنا اللي عندي المونديال ان شاء الله وغتفكرونا يكون ديال المغرب ان شاء الله. العقبه لينا ان شاء الله وكاس ديالنا ان شاء الله يا ربي حتى الفينال. ما يمكنش غنحماقوا وجه المغرب. هادشي عادي هادشي عادي هادشي عادي. مول فين فرحه مول احنا من السعوديه احنا مع المغربي. مبروك مبروك المنتخب المغرب الى النهايه المغرب الى النهايه ان شاء الله على النهايه المغرب. الحمد لله كاس المنتخب اليوم شيقه فوز المنتخب الوطني وان شاء الله نكون في المونديال ان شاء الله بحول الله توفيق ان شاء الله للجميع. فوز رائع كيستحق المغرب مجهودات كباره. كنا اقوى من الفريقين اللي دازوا الاولين والثاني والثالث. الحمد لله فوز. كنشكروا كل كاع الناس اللي عاونونا واللي جا كلشي الحمد لله كلشي كيعاوننا جميع الدول كتعاوننا كلشي كيساندنا وربي المساند الكبير ديالنا. شكرا شكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. من مدينه طنجه من مدينة طنجة بساحة الأمم نحيي الجماهير المغربية والعربية والإسلامية
كافة والإفريقية بالفوز الكبير الذي حققه المغرب بهذه المبادرة القيمة. وعاشت المملكة المغربية ودمتم لها شعبا وعزا ونصرا وافتخارا. 2022 غيبقى يوم تاريخي لان المنتخب الوطني المغربي حطم ارقام قياسيه كبيره، منها انه اول فريق عربي واول فريق افريقي قدر يوصل للنصف النهائي. وكنتمنى اكثر، حنا ولينا كيشرفونا بالغلب ديالهم وبيبا المغرب، ودائما دائما دائما معاهم. بيبا المغرب مرحبا بكم في مدينه طنجه. الحسيبه كما تشوفوا فرحونا، باقي ان شاء الله مزيد وان شاء الله فينال وكوبا مغربيه ان شاء الله. السلام عليكم، مبروك علينا الفوز اليوم ان شاء الله، اول منتخب عربي وصلنا الربع والنصف الحمد لله، وشرفنا العرب وافريقيا كامله. بيبا المغرب بيبا المغرب بيبا المغرب بيبا المغرب. واحد الفرحه غمرات الشعب المغربي اليوم، وكنباركوا على هذا الفوز المستحق للمنتخب الوطني ديالنا اللي شاركت فيه المنتخب. بارك الله فيكم، شكرا. يا مرحبا، انا طالب يمني نقرا هنايا ونشجع المنتخب المغربي، وان شاء الله ياخذ كاس العالم باذن الله. ما كنتش متوقع كاع على البال، وكنتمنى ان شاء الله يكون الكاس ديالنا كل شيء ممكن. دير النيه مع راس لافوكا وكل شيء ان شاء الله مربوحه. السلام عليكم، حنا فرحانين بالمغرب وديما المغرب، وعاش المغرب وعاشت الامه المملكه المغربيه، ديما العز المغرب.